هل تتعمد برأيك طهران اتباع سياسة الغموض ربما حول طبيعة الرد، حول مكان الرد، حول توقيت الرد، وبالتالي يعني يكون ذلك كله حسب ما فهمت من ضيفي في طهران جزءا من الرد؟ تحياتي لك أستاذ عمرو ولضيفك الكريم مصدق فور ولمتابعيكم الكرام. أعتقد إن لو كانت إيران بالفعل أنها تقوم بالغموض لاستهداف إسرائيل، الحرب النفسية قد يكون وارد جدا، لكن موضوع الغموض غير وارد جدا. ودليل أنه حتى في أبريل الماضي عندما استهدفت إيران إسرائيل، الكل قال، يعني حتى المواطن العادي كان على علم بأنه إيران تقوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات اتجاه إيران، لأنها لا تريد كما أشار ضيفك أن تنجر لحرب. لذلك أنه الغموض أعتقد أنه غير وارد، لكن ما هو موجود في الأمر، إيران تعرف تماما بأنه استهداف إسرائيل سيكلفها كثيرا، خاصة إذا كان الاستهداف بالصواريخ والمسيرات، وإذا ما تزامن مع حلفائها في المنطقة من سوريا وأيضا من لبنان، لأن الأهداف ستكون أكثر دقة. لكن ليس لإيران حلفاء في السعودية يا أستاذ وجدان. نعم، لكن الأسباب التريث، أعتقد أنه إيران تريد تفادي هذه الحملات، وأعتقد أنها كانت تخطط لاستهداف إسرائيليين خاصة مسؤولين كبار، لكن أعتقد أنها فشلت وتفشل، والدليل أنها إيران حتى فشلت باستهداف مواطنين عاديين قبل. لذلك في ظل هذه الفترة أعتقد أنه إيران مضطرة للرد على إسرائيل من الداخل الأراضي الإيرانية، مضطرة إلى الرد، لكن هذا الرد لا يأتي حتى الآن، لم يأتي على الأقل يعني.